خلوني قبل ما اتكلم عن منتخب مصر ومعسكره، لاني عندي كلمتين مهمين جدا في القصه دي. معايا على الهاتف كابتن احمد عيد عبد الملك، مش عارف اقول بقى يعني محللنا بوكس بوكس ولا المدير الفني لغاز المحله، وعوده الفلاحين بقياده احمد عيد عبد الملك. كابتن احمد عيد، مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي استاذ محمد. انت لسه بتحتفل لغايه دلوقتي؟ احنا على الاتوبيس المكشوف وماشيين في وسط المحله يا راجل. والله والله ده انت لو في حد مصور ولا حاجه ابعت لنا، ده انا ممكن اخش معاك لايف دلوقتي. انا ممكن يا ريت والله لو انت لايف دلوقتي نخش لايف. ما احنا يعني انا مش عارف اطلع لايف ازاي، بس انا ممكن اصور لك الفيديوهات وابعتها لك. والله ممكن الشباب معاك بعد ما نقفل يا كابتن احمد، لو ما اعرفش على السكايب او على الزوم، انا ما اعرفش، ان شاء الله دقيقتين عشان الناس تشوف قد ايه بلد كامله قامت بصعود غزل المحله، والناس مش هتنام النهارده. يعني الانديه الجماهيريه النهارده ساعتين على الاتوبيس المكشوف من مدخل المحله ولسه ما وصلناش الاستاد، رايحين على الاستاد. الملعب متقفل، الجمهور مستنينا. كمان الاول انا ببارك لك على النجاح، وببارك لك على الانتصار، وببارك لك على المجهود، لانك استلمت الفريق في وقت صعب كمان في نص الموسم. مش الحمد لله، يعني احنا الموضوع كان صعب علينا واستلمنا الفرقه في المركز الخامس كمان. ربنا اكرمنا بشكل كبير جدا، قدرنا نرجع الفرقه ونلم اللعيبه بشكل كبير جدا الحمد لله. وربنا كرمنا طبعا بالنتائج والدعم الكبير اللي كان موجود سواء من الجماهير او من مجلس الاداره، دايما كانوا في ظهرنا. هو اللي وصلنا للحاله اللي احنا فيها دي. زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت وانا معاك، ان عيله غزل المحله كلها ملمومه بشكل كبير جدا، والنتائج بانت اهو. الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كمان يعني جينا مع الفرقه لحد الان من ساعه ما مسكنا ولا خساره، فدي حاجه الحمد لله ربنا كرمنا. مظبوط، وكفايه فرحه الجماهير دي. انا عايز اعرف، هو مفيش حد في بيته؟ كل الناس دلوقتي في الشارع؟ الناس كلها في الشارع. لا يا راجل، مفيش حد. والله الناس كلها في الشارع واحنا ماشيين بالاتوبيس المكشوف في البلكونات، الناس حوالينا. احنا ما يعني بقى لنا ساعتين ونص كده داخلين، ساعتين ونص ماشيين في وسط المحله. قول لهم بوكس تو بوكس بيهنيكوا وفي ظهركم، وهحاول والله لو الشباب معاك ياخدوا لايف ان شاء الله دقيقتين. ماشي تمام، ان شاء الله دقيقتين كده يعني ناخد انطباع، على انا عايز اوري الناس يعني ايه نادي جماهيري يصعد لدوري ممتاز. تمام حاضر. وخد بالك انه امبارح صدر قرار وكانه صدر ليك يا كابتن احمد والغزل المحله بتاع الجمهور والساعه الكامله. اكثر ناس سعداء، احنا اكثر ناس سعداء بالموضوع ده، لسه بنتكلم امبارح. مظبوط، احنا في المعسكر ان دي هتفرق معانا كتير جدا كمان في الماتشات اللي في المحله او بره المحله. انت عارف الشرافه اللي عند الجمهور في حب الفرقه والتشجيع. ومظبوط، والدعم يعني الجماهيري دي مساله مهمه جدا في كره القدم طبعا. فان شاء الله يعني تبقى عوده، يعني يمكن كمان في اول مره في التاريخ غزل المحله ينزل ويصعد في نفس الموسم. تمام، فالحمد لله. ده برضو قبل ما نهنيك، احنا بنهني انفسنا بصعود نادي كبير جماهير زي غزل المحله. الدوري الممتاز نفسه بنهنيه ان هو بيستقبل يعني من جديد نادي عظيم بمكانه غزل المحله. وبنهنيك طبعا كابتن احمد عيد، وبنهني نجوم الفريق، وبنهني الاداره، وبنهني الجماهير، وبنهني كل الناس في غزل المحله او في مدينه المحله العظيمه، المدينه اللي يعني زي ما بيقولوا كده غزل المحله وزعيم الدلتا كلها، زعيم الفلاحين منطقه الدلتا دي كلها. وان شاء الله الامور الغزل المحله تستقر ويكون غير خير ممثل. وعايزين ننسى مساله النزول دي، خلاص بقى. لا ما خلاص بقى، هو الناس ماضي وانتهى. لا الناس، هو كمان يعني التارجت بتاعنا احنا نصعد، وان شاء الله واحده واحده نبقى في المنافسه بشكل كبير. حتى مش يعني ممكن تكون اول سنه بس الامور تعمل فرقه كويسه، وبعد كده تقدر تنافس. المهم نستمتع باداء غزل المحله وبلعيبه غزل المحله وبشكل فرقه غزل المحله، ونبقى مطمئنين لغزل المحله طول الوقت ان شاء الله. وباذن الله ده اللي هيحصل باذن الله من الدعم الكبير اللي موجود. يعني الف مبروك يا كابتن احمد، وبارك لنا كل الجمهور المحلاوي اللي عندك. ربنا، وانا متخيل المشهد، يعني انت خد بالك انت عريس الحفله. حبيبي انت عريس الحفله. الف حبيبي. الف مبروك، وسلامنا لكل الناس في غزل في المحله. ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا نجمنا كابتن احمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحله على هذا الانتصار الكبير والعظيم. بصوا بقى امام عاشور، وريني كده.
كلها عارفه ان انت اصيل وبتحبك يا ابو امام عاشور. المحله كله بيمس عليك. المحله بقول لك انت شايف لف في المحله وبيكلم اللعيبه لايف. ده بعد الانتصار بتاع بروكسي كلم الجماهير لايف. بصوا يا جماعه بنحبك يا عاشور. دور بنحبك يا عاشور. عشان تعرفوا الانديه الجماهيريه كل واحد لعب في نادي جماهير. امام عاشور دلوقتي بيلعب في الاهلي وقبل كده كان في الزمالك. يعني لعب في اكبر ناديين في مصر لكن تظل مشاعره ناحيه غزل المحله عظيمه. اي لعيب لعب في اي نادي جماهيري ودق احساسه الجمهور وعاش مع الجمهور سواء المحلويه البورسعيديه الاسماعيلويه الاسكندرانيه الاسوانليه الاهلاويه في المنصوره في الشرقيه في شبين في مش عايز انسى حد في دمنهور في الصعيد المنيا سيوط سوهاج في اي مكان في الفيوم في اي مكان في مصر اللي عاش وسط الانديه الجماهيريه عارف يعني ايه عظمه كره القدم.